ايه ده يا موتي؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما فيش حاجه. انت بتشرب سجاير؟ انت اتجننت؟ انا مش بشرب حاجه. انت متخلف يا موتي؟ عندك كده اوعي. ارميها. طيب ارميها. لا بقول لك ارميها. لا طب ارميها. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما تقولش لبابا. طيب مش انا خلاص والنبي. طب ما بابا بيشرب سجاير. طيب ماشي انت مالك بابا؟ اوعى. طيب كده. طب اوعى بس كده. النبي. طب مش هتغسل بيتك ما تشربهاش تاني؟ والله ماشي بس بابا بيشرب سجاير. انا بحب اقلد بابا في كل حاجه. لا ما تقلدوش في الغلط. ما هو بيشرب سجاير وانا بحب اقلد بابا. انت بتيجي في الغلط وتقلده. ما انا عامل ايه؟ قلده في الصح. لا لا طب امشي معاه. انا دلوقتي انت لو ما قلد بابا في الصح ما تقلدهوش في الغلط. انا هتصل بابا ويشوف بقى ايه. والنبي والنبي بابا. ايه يا قلبي؟ ممكن اطلب منك طلب؟ اطلبي يا حبيبتي كل اللي نفسك فيه. اديني علبه السجاير دي عشان مودي يرضيك. المودي يشرب سجاير زيك؟ ده انا اقطعه. وبعدين اربع علبه السجاير اللي ده انا جايبها بفلوس يا حبيبتي. اروح ارميها؟ ما ينفعش يا بابا. انا عايزاه ترميها عشان مودي يعمل زيك ويقلدك. مودي لو عمل زيه اقطعه. ايه هو بيشرب سجاير يا بت ولا ايه؟ لو سبتيه بيشرب سجاير تعالوا قولي لي وانا اقطعه هكسره حتت. اوعي تشوفيه بيشرب سجاير وتيجي تقطعه حتت. وبعدين مالكيش دعوه ارمي السجاير ولا ما ارميهاش. انا كبير اعمل اللي انا عايزه. مالك يا بنتي مخنوقه كده ليه؟ مفيش. مالك يعني مش انت مخنوقه؟ مش ان انت بتخرجي بتبقي معايا كده؟ يا بنتي اخويا طلع بيشرب سجاير. تهزري ما تقولي لباباكي على طول. ما هو المشكله في بابا. بابا هو اللي بيشرب سجاير فاخويا بيقلده. طب هو انت المفروض ان اخوكي ده صغير ايه اللي هو بيعمله ده؟ هو اتجنن؟ انا مش فاهمه. انا مش فاهمه هو بيعمل كده ليه اصلا. هو مش مودي هو اللي بيعمل كده؟ ايوه. هو مودي اتجنن ولا ايه؟ هو بابا بيشرب سجاير فمودي قال لي ان هو بيحب يقلده في كل حاجه. فقلت له قلده في الصحه مش تقلده في الغلط. ايوه يعني مثلا اما باباكي ثانيه يعمل مثلا خير او يصوم او يعمل حاجه ما هو مودي هيقلده في كده. انما باباكي هو كمان باباكي بيفطر في رمضان؟ لا بابايا الصراحه بابايا ايوه بيفطر في رمضان لان هو بيشرب سجاير. يعني ازاي بقى عايزه مودي اللي هو ما يكبر يبقى يعني بيفطر وكده؟ المفروض ان مودي يكبر يبقى زي باباكي في الحاجات الكويسه مش في الوحش. قلت له كده لكن هو مش مقتنع بكده. بيقول لي لا انا بقلد بابا على كل حاجه. ايه متجمعين يعني؟ عامل ايه يا مودي؟ ازيك يا لوجي؟ ازيك يا لولي يا قلبي؟ عاملين ايه؟ بابا انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. قولي لي على حاجه. ايه يا قلبي؟ شفت اكيد اللي انت بتعمله. خليت مودي يقلدك ويشرب سجاير. يشرب سجاير؟ يشرب سجاير من امتى؟ يشرب سجاير فين؟ شفتيه؟ استني بقى يا عم. بس لا لا ده مقلب. انت شفت المقلب؟ بص حتى انا بصور اهو. يا عم مقلب ايه يا عم؟ ده مقلب اللي مودي بيشرب سجاير وكده. يا بابا مقلب. ايوه مقلب يا عم. مقلب ايه المقلب السخيف ده؟ معلش يا حبيبي. بس افرض بقى المقلب ده اتحول حاجه. يا عم لا هتكسرك. يا عم ما انت معلش ثانيه. انت المفروض ان انت دلوقتي بتشرب سجاير صح؟ ممكن ابنك عشان هو ولد يقلدك. هو بيحب يقلدك يا عم كل حاجه. انت تصوم وتعمل الحاجات اللي ربنا قايل عليها عشان هو يقلدك فيها اما يكبر. لا يا حبيبي ما تقلدنيش في الغلط. قلدني في الصح. ما انت يا عم ما تعملش الغلط عشان ما يقلدكش فيه. يا عم خلاص اوعى تشرب سجاير وانا مش هشرب سجاير تاني اهو. بس خلاص يا عم احنا خلاص يعني رمضان قرب يخلص. ليه يا عم انت بقى بتشرب سجاير طول رمضان؟ والله يا حبيبتي بتعود ومعلش انا هحاول عشان خاطر عيالي مش هشرب سجاير تاني. بس لان مودي ممكن يقلدك اما يكبر. ايه هو ما يكبر اذا عنده اطفال هيقلدك. السجاير دي خطره جدا وبتضر بصحه الانسان وبتضيع فلوسه وبتتعبه. وانا كاب لازم احافظ على عيالي ومش هشرب سجاير تاني. ماشي ما تزعلش مني ان انا شكيت فيه. خلاص انت المفروض يا عم طالما انت بتعمل حاجه صح حد قالك ان ابنك بيعمل حاجه غلط وهو بيقلدك انت ما تصدقوش. خلاص يا حبيبتي شكرا يا بنات وانا مش هشرب سجاير تاني. اللي بقى احنا ولا انا بقى بابا انا هروح عشان ورايا ده.